ليست هذه المرة الأولى التي ترتكب فيها مثل هذه الجرائم، جرائم الاغتيال من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. هذه الجريمة تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل السلطة وأجهزتها الأمنية، وهي جريمة مكتملة الأركان، لا تحتاج إلى إثباتات ولا تحتاج إلى إيضاحات ولا تحتاج إلى لجان تحقيق. هناك جريمة، هناك إجرام يرتكب بحق المناضلين وبحق المعارضين للنهج السياسي للسلطة الفلسطينية. نزار بنات تعرض إلى ملاحقات بوليسية عديدة على مدار مسيرته الطويلة، تعرض إلى تهديدات، تعرض إلى الاعتقال، تعرض إلى الملاحقات، تعرض إلى تهديد مباشر بالقتل وحملات تشويه على شبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. كل هذا بسبب معارضته للنهج السياسي للسلطة الفلسطينية. اليوم الكل الوطني مدعو إلى اتخاذ موقف مسؤول ومباشر لوقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. اليوم في هذه الأثناء هناك مسيرة تعرضت إلى قمع من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله. هذا كل الحقيقة يندرج في سياق يعني السعي لتكميم الأفواه، القمع، هذا كله يحدث يعني الحقيقة في ظل استباحة الضفة الغربية من قبل المستوطنين. هذا السؤال يا أبو أحمد، هناك من ينظر إلى هذه الجريمة على أنها عمل داخلي فلسطيني، لكن أنا أعتقد أن الاحتلال بطريقة أو بأخرى يستفيد من هذا الوضع. بالتأكيد الاحتلال، هذه الجريمة تخدم العدو الإسرائيلي بشكل أساسي، يعني هذا الموضوع لا يحتاج إلى كثير نقاش. ما يجري الآن الحقيقة من ملاحقات واعتقالات سياسية والآن يتطور إلى اغتيالات سياسية هو يخدم العدو الإسرائيلي، يخدم الاحتلال الإسرائيلي. إذن في إطار البيت الفلسطيني الداخلي وكفصائل فلسطينية، كيف ستعالجون مثل هذه القضية وكيف ستضمنون عدم تكرارها مستقبلا؟ يعني اليوم الحقيقة الفصائل الفلسطينية في حال نقاش وتقييم بعد هذه الجريمة. العلاقات الوطنية يعني أصيبت بتضرر كبير نتيجة هذه السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. اليوم كما قلنا الكل مدعو الآن إلى اتخاذ موقف مسؤول لوقف هذا الإجرام بحق الجماهير الفلسطينية، بحق المعارضين، لأنه استهداف نزار بنات هو استهداف للكل الفلسطيني.